توصيتنا هي الحقيقة ضمنناها في تقرير قامت به شبكة مراقبون منذ جان في 2021. هم عملنا فيه قراءة شاملة ومدققة لكامل معناتها المحطات الانتخابية. في التشخيص هذا طبعا ختمناه التقرير بجملة من التوصيات، واختمناه حتى بمقترح كامل لتعديل القانون الانتخابي. فلقاءنا اليوم هو مواصلة للعمل هذا. في كل مرة نحن نطرح هالتوصيات هذه وهالمقترحات على جملة من الفاعلين. اليوم كبرنا اللقاء باش يشمل مجتمع مدني، إعلام، أطراف سياسية، باش نقدموا لهم المقترح اللي تقترحه شبكة مراقبون. ركزنا خاصة اليوم على نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية، باعتبار وأنه معناتها هذا موضوع الساعة، يعني حتى معناتها يمكن المحطة القادمة اللي قادمين عليها انتخابات ديسمبر 2022، الحديث أنه باش تصير الانتخابات هذا على أساس قانون انتخابي جديد، والناس الكل مركزة خاصة على نظام الاقتراع، مع أنه ديما نأكدوا اللي في القانون الانتخابي ثم العديد من الجوانب الأخرى أيضا يلزمها تتعدل لتحسين المنظومة الانتخابية بصفة عامة. نظام الاقتراع على الأفراد الحقيقة كيف ما قاعد يتحكي عليه توا، معناتها بالمفهوم الكلاسيك، معناتها أفراد وحدهم يترشحوا، فيه جملة من المساوئ، كيف ما أيضا نظام الاقتراع على القائمات فيه جملة من الإيجابيات والمساوئ. نحن حاولنا في مقترح شبكة مراقبون أن نكونوا موضوعيين معناتها قدر الإمكان، درسنا الجوانب الإيجابية والسلبية للنظامين، وحاولنا نقدم مقترح يجمع يأخذ من النظامين إيجابياتهم. وحقيقة نعتقد أنه معناتها نظام اقتراع باش يكون عنده أثر حتى على المشهد داخل البرلمان، باش يمكن من ترشيد معناتها المشهد السياسي داخل البرلمان دون أن يقتل التعددية، لأنه هذا أمر هام نتشبث به كمجتمع مدني وكشبكة مراقبون. مقترحنا من إيجابياته أنه ما يقصيش الأحزاب السياسية كفاعل أساسي في العمل السياسي، عكس الاقتراع على الأفراد معناتها الكلاسيكي اللي نحكيه عليه. يحافظ هذا أمر هام على المكسب اللي عنا اللي هو مشاركة المرأة والشباب، لأنه تو كانت تراو معناتها فيه الحفاظ على مبدأ التناصف في تقديم الترشحات. وفي اعتقادنا أنه معناتها باش يكون عنده أثر حقيقي، باش ما تكونش معناتها اون ديموكراسي دو فساد، كل مرة نمشيو للانتخابات بنفس الأخطاء، بنفس معناتها النظام اللي يؤدي حتما لنفس النتائج. مقترحنا اليوم هو باش نعرضوه على الجميع، طبعا قابل للنقاش، قابل للتحسين، قابل للنقد. نحن نعتقد انه كيف مجتمع مدني بعيد على كل حساسيات سياسية يقدم هو مقترح، يمكن ثم اذان صاغية والناس الكل تاخذه بكل موضوعية وتحاول تدرس وتتناقش معناتها بطريقة معناتها سلسة دون تشنج، دون معناتها حسابات سياسية. وهذا املنا اليوم انه كل الفاعلين باش يحضروا معناتها يكون ثم نقاش بناء حول هذا المقترح. الحديث الآن خاصة من قبل رئيس الجمهورية، من الهنات اللي نتجاوزوها في مقترحنا هو أنه نظام الاقتراع على الأفراد اللي تحكي عليه توا ثم إقصاء تام للمرأة والشباب، يعني يحبوا ولا نكرهوا نعرفوا ممارسات الأحزاب السياسية، معناتها كان تقولها رشح شخص معناتها بيان ليدامون بديهي الأكثر باش يرشحوا لك رجل، إذا معناتها مقترحنا يتلافى هذا الأمر اللي نعتبروه خطير ومهم جدا. مقترحنا أيضا ما يقصيش الأحزاب السياسية، لأنه في مقترحنا يبقى الترشح نابع عن الأحزاب السياسية، لأنه باش يكون ترشح أفراد لكن في شكل قائمة مع احترام مبادئ التناصف وتمثيلية الشباب. دونك ديجا المقترح الزوز هنيت ذوما في نظام الاقتراع الكلاسيكي على الأفراد يمكن من إنه معناتها نتجاوزوهم. بالعكس مقترحنا يحافظ على هالنقطتين ذوما اللي هما مكاسب، خاصة مشاركة المرأة كمترشحة ومشاركة الشباب.